سبب الكلام بتاع التنويم المغناطيسي اللي انا كنت بقوله لكم، اللي هو ايه؟ يجي يقول لك ايه؟ يا جماعه مبروك انتوا خدتوا الدوري، الف الف مبروك خدتوا الدوري خلاص. دوري دوري ايه يا جماعه بقى؟ خلينا نفكر في نعمل فرقه بقى، او الفرق بقى بتتكلم، نعمل فرق تكون فرق للسنه الجايه. ان السنه دي خلصت خلاص، الاهلي خد الدوري. لا الاهلي ما خدش الدوري، الاهلي لسه بدري، ولسه بدري قوي قوي قوي. عندنا ساحر، ريني فايلر ساحر، بيسحر هو واللاعبين في التمرين بالجمل اللي بيعملها، جمل بيعملها. حسين يخش لجوه، علي معلول يطلع من وراه، احمد الشيخ يخش لجوه علشان محمد هاني يطلع من وراه. هو ده سحر كرة القدم، هو ده سحر كرة القدم. انا عارف ان في ناس هقولها، ولكن انا ماليش علاقة، انا بتكلم على سحر النادي الاهلي. اهو الراجل بيقول له تعمل كده وتقطع من هنا عشان تدخل جون من هنا، وتقريبا دي بتاعت احمد الشيخ اللي جابها في ماتش الاتحاد. كانت على الزاويه الثانيه اهي، كانت على العارضه الثانيه ورايح من الناحيه دي. ممكن يعني دي كانت في اول السنه وكان بيشرحها لكابتن سامي قمصان، ومن الواضح ان هناك جمل تكتيكيه بيحاول ان يتم تنفيذها ريني فايلر خلال التمرين والمباريات. فالحقيقة